بس هو المكان هنا، هو المكان هنا. وقف يا حلو، وقف يا حلو. تفتكر يا ده حسن اللي قرصت على البت هنا؟ يا عم بلا هلا بلا عاليه بلا ليلى بقى، النسوان دي كلها اهم، لو ضربتهم في الخلاط هيطلعوا واحده برضه هي هي، واللي يمشي ورا النسوان يخش في جوان. احنا في الشغل دلوقتي. احلى رايك. ركز، شكله رجع لهم. حلو. خلي بالك ما نطلعش البضاعه الا لما نشوف الفلوس. عيب، انا قتيل. سام باشا، اخباره ايه؟ زي الفل. يا ريت تكون الرحلة كانت هادية وسهلة. اللي يا باشا الرحلة؟ لا الرحلة تمام، أوه ما شاء الله يعني. يلا رئيس الحكومة يا دي حسني. يلا حسني ولا ده. يا ابني انت ما شفتش الفلوس اللي فقد ايه؟ الله يخرب بيتك، افرض كنت اتمسكت يا اخي. خمسك ايه بس؟ تخبط العمر يا عم، هنقب بعدها. هنقب، الله يخرب بيتك. يلا يا راسك يا حبيبي، معاك شخص ازاي يعني؟ ماشي من غير بطاقه ومن غير رخصه ومن غير اي حاجه؟ اعمل ايه يا ابني؟ اعمل نفسك نايم، اعمل نفسك نايم. ولا قطع حتى معاك؟ باشا معاش رخص. ما تشغل لنا حاجه فرايحي بقى يا اسطى كده. ها اي حاجه نزلها هاني شاكر. شاكر؟ عنده فرايحي.